سؤال الله بي لبعطانات وحي لهذا هاي محاكا جرى الروحي موليد كديدة إنو سنبقى جعلين صلى الله عليه وسلم علاقة حرير ميا كده حيا موليد يجعل كالنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحن فلي يا دكتور عبد العزيز بسؤال شاكتابت إذا كاه الله يو هبين صدحات جعل كالنبي كاه الله صلى الله عليه وسلم قفكو وحور ربعفك واكده كرا جعل كالنبي راعتان كتشتكي سوي تعال كله هنا راعتك جد كان نبي قوي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أنا نبي وأنت على هاي راعنا معي سلوت على هذا سوسيق كذي بالله على هذا نبي هو بدعين لوت على هذا باهي وما قبل وحص خلد وحخلد بالوت عليه إن ليه هذا نحبه وما بعنا إلهي بعكر دقي شرك لو أمانا وما بعنا نبي محمد تعال كيس صلى الله عليه وسلم وين أجد كيسير رعده دين تيسير في ديسه دريق يسيدات كاوية دو تعال كرنتا كاوي إن هذه الساقة وحي وتعالى كهر مريسه وحاذو وتعاش هاي وحوالد كاتعالي هاي وحوالا لها يوبت كاقي المهغير هل كاقو تعاليين سؤال جلو حي لمدت هاي سؤالي هادا عن سوء شيء غيو كلاوي ما كان إلا ذا تحيات كقرآن لغم آخره كرو قرآن كو ديدن يهدير لك ورم قرآن كا ديدن تهدان له ورد القرآن ديد باتاس هدان يرى هذا آذان كي آية الكرسي وانو بدل إياه ولكن قرآن كارد نبا يادا يعان لهانا كورن قرآن كم بالاقو دري مركا وحا ميشي يالاي تعايل كان نبي عليه الصلاة والسلام واسيدي وإنه قد تغي إن لور راعو دريقي سي لمرو چيتكي سي لغو دايدو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مركا لغو يرى واسيدا نبي ومتش دينين dariiqii siina maaha dariiqii si waa kanay soo raac nabiga aadan jecleen ama waxa lagu jecladaa in laga leexdo nasaaraba xaflad bay dhigaan ma lagu jecladaa ma durbaan iyo hees baa lagu jecladaa ma muusika nabigu xaraantinimaya jacaylkiisa hadii mid jacayl yahay bidcadan daaya jacayl nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii mid nabi diid yahayna ku qamaankan iyo ku oradkan bidcadan baa nabi diida sallallahu alayhi wasallam billahi tawfiq سو دينتا كميد ما أهان بدعة حسنة سيدة حديث كي رفاعة إساقو النبي صلى الله عليه وسلم كدبة كان يجيري سمع الله لمن حمده كدبن يجيري رفاعة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما إنكرين أو مرهن دين آن شيئين آيات كسو درتي رفاعة صلاة الأحذية بل النبي صلى الله عليه وسلم وكو أماني أرنكاس إنقنا موليدكو صلاة هذا الكي رفاعة وكلمة نقوم كرة الحمد لله نبا ماشوها بابا رير كودي ومودة بدعم محال إلى هذا وحدين تلاو الصودري كان محال لغاها اللي يا نبي قو أروي السحان تهي ويري سنة النبي عليه الصلاة محان إلى وقول يفعل يتقرير وحن نبي قو يؤماني ويري نكي هذا الكايري آوي ويري ملائك با أترتان تأني قرآن نبي جيبا أبا أماني أو غلاضي أو تشيدي بدعا حقيقة سوغشي هذا وحي ربعيننا دهان نبي بدعا سمين شري وحي ربعيننا دهان داوي ورفاعة بدعا سمين نبي بدعا أو غلاضي وي هذا كان معنيس وعلى غاية أبا قفك ساو يري ونشاشو ويدي إنه نصاو فهن سنة وعلى غاية أبا لكن هذا كان نحر كيسو سيدا ويدي بدعا ذو ماها السنة ذا نبي بدعا ماها bidcadu waa waxaa nabigu ogeyn oo diinta lagu soo daray way nabigu markuu joogay qofkii wax yiraahda wixii uu ogolaadana sunnada nabigu ka mid noqon jiray oo taqriir buu noqdaa wixii khaldana uu qaban jiray oo taa lama ogol u dhihi jiray bidcada marka laga hadlayo nabiguna ka hadlayay iska jira muxdathaatil umuuri arrimaha dib idinkaga iman doona way waa wax gadaasha yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam haddaba وحاد ليه وحاوقها بونيد إلو يراهدو وحان أمان ليه كرنابا اجتهاد كوا بنايا هاي دادك أهل كوا هادو شرعيكي وافقانا وعلا أقبالايا هادو خلافانا خطا أبو نقونايا لكن نبي حلي كيسي إيا تقرير كيسي إيا سنضو أو غلاضي وصف البدعة إن لغو تلماماي دي قفكنا من بدعادو سن غرانينين أما كسبو دادكو هبابين ايا كسبو دادكو مسال حمين ايا haddii labada laga soo tagana waa hadii waayahan dambe halka uu xun baa la isu qabtaa
nabiga bidcasibay ayuu yiri aan dhahayna inta haddaan dhahno laakiin qolyaha ka sii dhalin doona uu nabigu caayay nabigu caayay maxaa ka laga sii dhalin doonaa waa la sii miiri doonaa been baa laga sii dhalin marka dab uu gaalabay qola ka dhalin doonaan marka waxaan rabaa inaan idhaahdo laasimkaas wuu qabaa ma dhihi karno laakiin hadalkaaga nuxurkiisu hadal su'u adab aweya marka la eego in bidacii nabiga ka dambeeyey xaadiidka ee gadal laga hadlayay xukunkooda in la yidhaahdo nabiga wuxuu sameeyey baa bidca lagu tilmaamayay arrintaasi arrin ereg oo ka hoos baxay aadaabtan aan ka mid ahayn wey taa nabigay dhacday nabiga ogolaaday nabiga sunnadiisay ka mid noqotay sala allahu caleyhi wasalam hadda waxaan ka hadlaynaa nabigoon jirin qof cibaado ma iska jidayn karaa tayib sa haddii la yidhaahdo shan salaadood oo fadli badan baa laynoo sheegay mid lixaad inaan iska tukanna maxaa diidaya lix salaadood ka dhigno salaadaha faradkaas ooma fadli badna mid lixaad haddaan isaga darsannana subaxa haddaan afar ka dhigannana nin waalan baa dad afar tukiyey markaasaa waxaa la war niyo afar baa tukisay dadka wuxuu yidhi laba afar waxay tari weyday inay laba tari u malayn maayo afar ragcadood waxay tari weyday inay laba keliya tari ani u malayn maayo baasha haddii cibaadaadka caqli aan ku fasaxno brofesorkii caaqilka ahaa ee sanamka caabudayay baynu ku dambayn caqli bini aadam oo cibaadaad lagu fasaxay waxaasuu dadka gaarsiiyey walidaalika cali khufka la masaxayo muxuu yidhi low kaana diino biraayi lakaana asfalu lkhufi awlaa bilmasi min calaa dhinaca hoose ha la masaxa caqli ahaan fiicnaan lahayd laakiin nabigu isagoo kor masaxaya arkay taa unbaanan raacaynaa marka ibnu mascuud suu dhihi jiray unbaan leenahay walaalayaalow ittabicuu walaa tabtadicuu nabiga jidkiisii baa inagu filan ee aan raacno bidacan iyo wax baas day degaysan inaga daayo billahi towfiiq